يوم السبت الأول من شهر ديسمبر ستشهد شوارع الدوحة مسيرة سلمية من أجل البيئة للمطالبة باتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة قضايا التغير المناخي التي يناقشها المؤتمر. If we can organize ourselves this way now, we can organize ourselves this way Saturday morning. كنا كشعب قطري نريد أن نقوم بهذه المسيرة وتكون مسيرة سلمية نطلب فيها من الدول العربية قادة الدول العربية وقادة دول العالم في الكوب 18 أن يسمعوا أصواتنا نحن الشباب يسمع متطلباتنا بأننا ننتمي إلى بيئة واحدة إلى شعب واحد إلى أرض واحدة بيئتنا أن تكون سليمة لنا لأجيالنا ولأجيال المستقبل. المسيرة هذه مختلفة تماماً عن أي مسيرة حصلت في دولة قطر لأن هذه المسيرة أول مسيرة بيئية في دولة قطر وأول مسيرة أعتقد على حسب علمي أنها تكون من أوائل المسيرات التي تحصل في الوطن العربي ككل لتكون لتساعد البيئة. The march will start at 8. The gathering will start at 7. التوقعات تقول أن هناك سيكون بين 2000 إلى 3000 شخص سوف يكون موجودين في المسيرة فننتظر ليوم المسيرة وإحنا حيين إن شاء الله. إذا كنتوا في الدوحة وتهمكم فعلا قضايا التغير المناخ الوعد يوم السبت الساعة 7 الصبح في حديقة الشيراتون في الكورنيش ويلا.